بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الأعزاء، سواء كان الموجودين هنا في هذه القاعة أو الموجودين في المحافظات، بارك الله بجهودكم التي بدأت منذ 1 محرم واستمرت بشكل تصاعدي، خصوصا في هذه الأيام، والأيام القادمة تحتاج من عندنا جهد مضاعف. هذه الإحاطة الشاملة اللي استمعنا إلها من كل قادة العمليات وقادة مديريات الشرطة في المحافظات والأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية، الخدمات، واضح هناك استحضارات وهناك خطة وهناك عمل وهناك قراءة دقيقة للتحديات اللي موجودة اللي ترافق هكذا زيارة مليونية. علينا أن نحافظ على هذه القراءة وننفذ هذه الخطة، وأيضا نضع الاستحضارات لأي أمر طارئ. الزيارة الآن أصبحت ذات بعد عالمي مو محلي. اليوم متوقع أكثر من 3 مليون زائر. كل الأنظار العالم تتجه إلى العراق وإلى المدن المقدسة. داخليا أيضا الزيارة مو أقل من 20 مليون عراقي من مختلف المحافظات يتوجهون، أغلبهم نسبة كبيرة سيرا على الأقدام، وهذه اللي تطفت خصوصية ومسؤولية مضاعفة على الجميع. واجب علينا كدولة ومؤسسات أمنية وخدمية وظف كل ما لدينا من موارد لتهيئة كل المتطلبات الأمنية والخدمية. واجبنا الاعتيادي، يعني 20 مليون إذا متواجدين في محافظاتهم في مدنهم، إحنا مطلوب من عندنا هذه الخدمات، الأمن ومختلف الإجراءات والمستلزمات. اليوم 20 مليون يتحركون بين المحافظات، مسير وزيارة وتواجد بزخم بشري هائل في محافظة في مدينة معروفة. إذن المسؤولية كبيرة، وعلينا أن نوظف كل ما لدينا من موارد ونحسب بدقة كل خطواتنا. أي احتمال هو 1 بالمليون نخليه ضمن حساباتنا ونراجع بشكل مستمر. ما نريد أي جلوس في أي مقر أي مكان، ميدانيا بنفسك تتأكد من تنفيذ الخطة والمهام والواجبات الموكل بها. نفسك أنت كقائد كضابط كمسؤول تتواجد ميدانيا في موقع المسؤولية. الحكومة بدأت منذ وقت مبكر، لا أبالغ بالقول أنها بدأت بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للموسم الماضي. شكلنا لجنة زيارات المليونية وعقدت الكثير من الاجتماعات وأنطت وقت للبحث ودراسة المشاكل والمعوقات الخدمية بالتحديد اللي رافقت الزيارة السابقة. قسم وضعنا لها حلول وأنجزنا فيها مشاريع، والقسم الآخر قيد التنفيذ، وبعض المشاريع سوف تنفذ وتأتي تباعا. ضمن رؤيتنا أنه ما نتعامل مع الزيارات المليونية كحدث يحصل في مقطع زمني يستوجب من عندنا نشكل لجنة أو نكلف زيد أو عمر، وإنما هيكل إداري مؤسسي. بدأنا باللجنة العليا لحين ما ننضج مؤسسة أو هيئة تعنى بهذا الأمر، لأنه من خلال الأرقام اللي عندنا هناك ارتفاع مستمر في أعداد الزوار من داخل وخارج العراق، وإحنا عانينا بالموسم الماضي من كثرة الحوادث المرورية. السبب اللي ذكرتوه الإرهاق السواق، لكن عندنا احنا سلامة ناس زوار وأمانة في رقابنا. شوارعنا الجزء الأكبر من مشاريعنا اللي نتحدث عنها في الزيارة المليونية، شوارع وطرق الجديدة اللي راح نفكك بها الأزمة وسوء بعض الشوارع. فهنا
يعني التجربة اللي نشر المفارز المرورية أو الرصد، هذه مبادرة جيدة وصحيحة. اليوم أنا كانت عندي مداولة الصباح مع السيد وزير الداخلية بخصوص بعض الحوادث، فاتفقنا أنه ننشر دوريات المرور، هاي التسع أيام المتبقية ينتشرون على طول الطريق ويمثلون كوابح لهذا السير بسرعة، وتستمر هذه المهمة بالعودة، إن هذه الناس راح ترجع، وعادة بالعودة يكون الإرهاق أكثر عند السواق عند الزوار والضغط من الزائرين حتى يرجع. فإحنا حديثة مو لحد يوم الزيارة، إلى ما بعد الزيارة حتى ننتهي من إعادة كل الوافدين. صاحب الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى هو الشعب المواطن، وإلا هذه الجموع المليونية من اللي يقدر يهيئ لها الإمكانيات في الخدمة، المأكل والمشرب والأماكن الراحة، وعلى طول هذه المئات الكيلومترات، هذا الجهد وهذا الموقف من البذل والعطاء والكرم اللي فعلا الناس تقف بذهول كيف أبناء شعبنا يستوعب هذه الملايين في هذه اللوحة. فنحمد الله ونشكره، وهذا بصراحة يضاعف من مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا، كون نساعدهم ونوفر لهم كل المستلزمات حتى يقدمون الخدمة لهذه الجموع من الزائرين.